الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر الاتحاد المصري بإقامة مباراة مصر وجمهورية الرأس الأخضر على ملعب نجيل صناعي. هتكون المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني هناك. أما المباراة الثانية فستجمع منتخب الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة 9 مساء على أرض استاد القاهرة الدولي. منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي خاض تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي في تمام الساعة 2 النهاردة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا، ده بعد خسارة المنتخبين في نصف النهائي. يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة العين الإماراتي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. حصل الفريق على راحة يوم أمس بعد عودته من الإمارات عقب تتويجه ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح. ويسعى الجهاز الفني للفوز بالبطولة العالمية التي تقام لأول مرة تحت إشراف ورعاية الفيفا، حيث يحصد فيها الفائز مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار فقط. هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة حققت الفوز على اللاعبة الصينية تشينغ تونغ تشينغ المصنفة 6 عالميا، وده في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة والمقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية بنتيجة 3-1 لتصعد إلى ربع نهائي البطولة. فريق الإسماعيلي بقيادة أحمد إبراهيم حقق الفوز على نادي مشير بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم في ختام معسكر الدراويش في قطر استعدادا لانطلاق دوري النيل. فاز إشبيلية على مضيفه إسبانيول بهدفين مقابل لا شيء، وده ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم. رفع إشبيلية رصيده ل 15 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط بقي بها في المركز الخامس عشر. نوتنغهام فورست تتغلب على فريق ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وده في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب كينغ باور في افتتاح مباريات الجولة 9 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. رفع نوتنغهام فورست رصيده ل 16 نقطة بقي بها في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 9 نقاط بقي بها في المركز الرابع عشر. فاز فريق أودينزي على ضيفه كالياري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعتهما يوم أمس في إطار الجولة 9 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. رفع أودينزي رصيده ل 16 نقطة وبقي بها في المركز الرابع، بينما توقف رصيد كالياري عند 9 نقاط بقي بها في المركز الخامس عشر.